مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة طبعا دايما بنتكلم وبنشوف مع بعض الحاجات الجديدة جدا اللي بتحصل في مصر والحاجات اللي حصلت، ولكن احنا دايما بنحب ان احنا نتكلم عنها اكتر. طبعا حضراتكم عارفين ان حصلت تطور كبير قوي في السنين اللي فاتت في مصر. طبعا حضراتكم عارفين ان تم يعني انشاءات كتيرة جدا، وحضراتكم كمان لمسين ده في الوضع الحالي، في وزارات كتير جدا بتحاول تعمل تطوير ليها. وطبعا الفترة اللي احنا فيها دي والأزمة اللي احنا بنمر بيها دي غيرت حاجات كتيرة جدا، خلت ان احنا كمان الوضع يبقى الكتروني اكتر في بعض الوزارات، خلت ان كل التعامل يبقى الكتروني علشان يبقى فيه تباعد اكتر، وحاجات كتيرة جدا. وطبعا كل ده تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كمان هنطلع نشوف تقرير عن حي الأسمرات. طبعا حضراتكم سمعتوا كتير جدا عن حي الأسمرات وقد ايه هو صرح كبير جدا وجميل، وحتى كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيتفقد المشروع من ايام. وطبعا ساعات الواحد يعمل حاجة وبعدين خلاص ما يتش يتابعها، لكن احنا شايفين رمز قدامنا، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقوم ببعض الحاجات الجميلة وكمان بيحصل متابعة ليها اكتر واكتر. وطبعا احنا منتظرين في الفترة اللي جاية حاجات كتيرة جدا، وان شاء الله الازمة دي تعدي على خير وكل حاجة ترجع لطبيعتها يا رب ان شاء الله. خلونا نشوف تقرير عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيارته لحي الأسمرات ونرجع نكمل كلامنا. خليكم معنا. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت وتلك الجاري العمل بها بمنطقة شرق القاهرة. كما قام سيادته بتفقد مرافق مشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم، وقد التقى السيد الرئيس أثناء الجولة بعدد من المواطنين من سكان الأسمرات وتبادل الحديث معهم مستفسرا عن ظروفهم المعيشية وكذلك للاطمئنان على أحوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا. الحمد لله الحمد لله يا رئيس الحمد لله الحمد لله والله العظيم، ربنا يبارك لك يا رب، يبارك لنا كلنا بس يا رب، ربنا يديك الصحة يا رب يا رئيس. عايزين نعمل لكم حاجة، نعمل ايه؟ لا واثقين في الله، لكن عايز اقول ان الظرف ده هينتهي يا رب يا رب ان شاء الله، ودعواتكم الطيبه يا رب. والله احنا معاك في احنا وسط انتخابنا حضرتك بلا ان شاء الله، وربنا هيرفعه وان شاء الله ربنا هيرفعه يا رب ان شاء الله يا رب. اللهم امين يا رب، اللهم امين يا رئيس، ويخليك لينا يا رب باذن الله. لا لا البلد كلها على لا العالم كله الموضوع بتاع كورونا ده عمل كده، لكن انا عايزين اكتر من كده، بس احنا عايزين الشغل يتفتح والدنيا تبقى كويسه. حاول والله العظيم ان انا يعني اعمل كل حاجه طيبه، وهو ربنا المعين. يعينك يا رب، يعينك علينا، ربنا يبارك لك ويعينكم علينا يا رب. مش عايزين حاجه؟ لا اتفضل انت عندنا بقى بجد بجد والله. نشرب شاي من النعناع. على عيني والله. والله ويشرفني والله العظيم.
مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة احنا هنتكلم دلوقتي عن يعني موضوع بيهم قطاع كبير جدا من المواطنين. وطبعا حضراتكم عارفين ان يعني من ساعة اندلاع جائحة فيروس كورونا، وفي زي ما قلت لحضراتكم قطاعات كتير جدا اتأثرت، وبالتالي في المواطنين اللي بتنتمي لهذه القطاعات ايضا اتأثرت بشكل كبير جدا. والحقيقة طبعا جهد كبير جدا بتقوم به الدولة، وطبعا من قبل يعني رئيس الوزراء، انه يتم صرف يعني نقدر نقول منحة لهذه لهؤلاء المواطنين اللي هم طبعا دايما بيبقى متضررين جدا في هذه الفترة. يعني قررت اللجنة الوزارية المشكلة لرعاية العمالة غير المنظمة المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا في اجتماع بوزارة القوى العاملة صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع. معانا على الهاتف الأستاذ هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة. ألو، صباح الخير أستاذ هيثم. المشاهدين اهلا بحضرتك استاذ هيثم. الحقيقه طبعا يعني في الاول طبعا يعني بنشكر المجهود اللي بتقوم بيه القوى العامله طبعا علشان المواطنين الكتير جدا المتضرره من اجراء فيروس كورونا، ولكن طبعا زي ما حضرتك عارف وطبعا المشاهدين عارفين ان تم صرف دفعه اولى كانت بمقدار 500 جنيه، وهيبقى في دلوقتي دفعه تانية. فخلي حضرتك توضح لنا عشان المشاهدين يبقى عارفين صرف الدفعه التانية هيبقى امتى بالظبط. زي ما حضرتك تفضلت ان سيادة الرئيس اصدر توجيهات بصرف 500 جنيه تصرف على ثلاث دفعات للعماله غير المنتظمه المتضرره من فيروس كورونا. الوزاره قامت بصرف الدفعه الاولى من خلال ثلاث دفعات، يعني على ثلاث مرات. ثلاث مرات واللي صرف ساعتها كان 1,600,216 عامل، صرفوا حوالي 800 مليون. اما جم صرفوا من شبابيك البريد، وصرفوا من البنك الزراعي المصري. وهو بيصرف الدفعه الاولى كان مكاتب البريد والبنك الزراعي كان بيديله في ايده بطاقه كارت ATM مسبق الدفع، علشان ما يجي يصرف الدفعه الثانيه ما يقفش بقى على شبابيك البريد وفي زحام، مراعاة للزوج. يعني المرة دي مش هيصرف من البريد، هيصرف بالكارت الATM اللي خده من خلال ماكينات الصرف على مستوى الجمهورية. أي ماكينة صرف هيصرف منها على مستوى الجمهورية بدون أن يتحمل أي مصاريف، لأن حضرتك في ماكينات ما كنتش تصرف من مكنة مركز الماكينة اللي تبع الفيزا بتاعتك بياخدوا عمولة. لا، ده ما فيش عمولات خالص، بنصرف من أي ماكينة يقابلها في الشارع يقدر يصرف منها وما يتحسمش منه أي عمولة. الدفعة الدفعة الثانية اللجنة زي ما حضرتك أشرت، اللجنة الوزارية المشكلة رعاية العمالة غير المنتظمة، عقد اجتماع الخميس الماضي في وزارة القوى العاملة بحضور السيد وزير القوى العاملة محمد السعفان والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكان معانا عبر تقنية الفيديو كونفرنس الدكتور عمرو طلعت بخلاف رئيس هيئة البريد ونائب رئيس هيئة البريد وعدد من الجهات المعنية ومن البنك المركزي. قرروا الصرف اللي هي 500 جنيه التانية من يوم 21 حتى 25 يونيو الجاري من ماكينات الصرف، ده بموجب الكارت اللي خده اللي هو ATM ده تسلمه المستحق اما جه صرف الدفعة الاولى. هنعمل ايه؟ لازم يجيله رسالة نصية قبل الصرف، يا اما 24 ساعة او 48 ساعة. دي الاجراءات عشان نسهل ليهم وما يتروحوش. انت مش هتروح بقى تقعد، انت عندك 24 ساعة ممكن تصرف من يوم 21 لحد 25. بحسن يعني بنقسمهم، اللجنة قسمتهم ب 260,000 واحد مستحق كل يوم. دولك هيصرف، يعني اللي يجيله المسج على الموبايل يا استاذ هيثم ينزل يصرف قدامه في نفس اليوم، اللي قدامه 24 ساعه يصرف من خلال الماكينه، عنده 14,000 ماكينه على مستوى الجمهوريه. يوم واحد يعني بس اللي يصرف فيه؟ يصرف فيه هو بيصرف في اي وقت، بس احنا بنقسمهم علشان الناس ما يجوش اول يوم 1,600,000 يصرفوا مره واحده من الشبابيك. احنا بنقسمهم علشان
اصلا حفاظا على سلامه الجميع مواطنين وموظفين في البريد. اصل حضرتك قلت خلال 24 ساعه فهو يا اما تجيله قبل 21 يونيو الجاري يا اما ب 24 ساعه او 48 ساعه. طيب هل يعني هل برضو اسال سؤال لو واحد يعني تاخر عن اللي هو مثلا يقدر ياخد الفلوس دي او عنده ظرف او حاجه ما يقدرش عن اليوم نفسه ما عنده مفتوحه ما الفلوس موجوده في حسابه خلاص بقت موجوده في الحساب. احنا الغرض فينا احنا بنقول الفتره دي علشان الفتره دي اصلا ما فيهاش اصلا اي صرف يا معاشات ولا صرف مرتبات فالدنيا ولا صرف اهدى شويه يعني الدنيا هاديه حددوا يعني اجتمعت اللجنه وفيها جميع الجهات المسؤوله حددوا الفتره دي علشان اصلا ما فيهاش اصلا اي صرف اي حاجه ثانيه. طب اسال حضرتك سؤال يا استاذ هيثم، هل الدفعه الاولى لو في ناس ما حصلتش عليها خلاص كده ما تقدرش تستردها؟ والله هو دلوقتي الناس اللي اتدرجت كانت مستحقه وما صرفتش في الدفعه الاولى في جاري دلوقتي دراسه حالتهم من الجهات المعنيه. تمام. طيب لكن هم اللي هيصرف دلوقتي زي ما قلت لحضرتك في اول كلامي بالظبط 1,600,216 اللي هم صرفوا الدفعه الاولى صرفوا اكتر من 800 مليون هم دول هيصرفوا، اما اللي ما صرفش ومستحق لسه بينظر في 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 امره من الجهات المعنيه. طيب خليني يعني انا معايا خبر برضو هقوله لحضرتك وحضرتك يعني وضحه لنا، ان هو ان اعلنت وزاره القوى العامه بايقاف والغاء نشاط بعض الشركات من مزاوله عمليه الحاق العماله المصريه بالخارج، فعايزين نعرف برضو ايه شروط الالغاء والايقاف. يعني الوزاره طبعا بتراقب اعمال الشركات الحاق العماله حفاظا على حقوق العماله المصريه المسافره للخارج. من ان الاخر طبعا بيبقى في ايقاف وساعات بيبقى في الغاء لنشاط الشركات ديت، القانون حدد شروط الالغاء او ايقاف الترخيص. اما عندما يثبت ان هناك فقد حاله من حالات شروط الترخيص فورا سيد وزير القوى العامله بيصدر سواء بالالغاء او الايقاف لحين ازاله السبب الايقاف. في لو صاحب الشركه تقاضى اي مبلغ من العامل نظير تشغيله ومخالفه للقانون، القانون بيقول ايه؟ ان الشركه بتحصل على نسبه 2% من اجمالي راتب السنه الاولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصه عمل ليه، ما ياخدش اكتر من 2%. في الحاله دي لو قاد اكتر من 2% بنبدا نلغي الترخيص او نوقف الترخيص لحدنا، او اذا الشركه قدمت بيانات غير صحيحه عشان تتحايل وتحصل على الترخيص. في كل الاحوال الوزاره حريصه على حقوق العمال المصريين وفي تفتيش مستمر ومتابعه لاوضاع هذه الشركات من جانب الوزاره. تمام. يعني هو طبعا في هو طبعا يعني جهد كبير حضراتكم بتعملوه، وبرضه يعني خليني برضه اقول لحضرتك نقطه مهمه جدا، ان طبعا حضرتك عارف ان من ضمن القطاعات اللي اتاثرت كتير جدا وكبير جدا في الفتره اللي فاتت هي قطاع السياحه، فحبيت برضو نعرف من حضرتك يعني هل في ايه هي اخر مستجدات في صرف الـ يعني المنحه او المرتب الخاص بالعاملين بالسياحه طبعا المتضرره يعني الفتره اللي فاتت. هو انت عارف حضرتك ان كان في لجنه اجتمعت فيها وزارات القوى العامله والسياحه والتخطيط ووضعت معايير معينه لتقديم الطلبات من خلال الاتحاد العام للغرف السياحيه، هو يراجع الطلبات دي وبعدين بيقدمها لصندوق اعانات الطوارئ المنشأة وزاره القوى العامله لمراجعه هذه البيانات، وبيكون مرفق فيها استمارة التامينات الاجتماعيه الخاصه بالعاملين في المنشأة المتعثره. وتبدا الصندوق يبدا يكتب الشيكات ويحولها بردك على الحساب الخاص للمنشأة. السيد وزير القوى العامله محمد سعفان اخر حاجه صرفها هذا الاسبوع استكمال صرف وصل 181 مليون جنيه 172 ألف عامل بيعملوا في 1780 منشأة سياحية. آخر اللي قدم قد إيه من الإجمالي ده؟ 3800 منشأة سياحية، باقي لسه بيستكملوا بياناتهم علشان يتم يعني يعرفوا العدد كاملة ويشوفوا الموضوع. بيقدم مستندات للاتحاد المصري للغرف السياحيه وهو بيتواصل مع الصندوق وبالتالي
الصندوق بيشوف البيانات مظبوطه بيبدا يطلع الشيكات ويبعتها للاتحاد يبعتها للمنشات المتضرره من فيروس كورونا ويديها للمرتبات العاملين. بنصرف قد ايه؟ احنا بنصرف المبلغ المثبت في التامينات، يعني بنديله 100% من اجره الاساسي في المنشاه السياحيه اللي صاحب العمل امن عليه بيه. أيوة. مثبت في التامينات ده حد ادنى 600 جنيه بحد كل ادنى كل ده تم بتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه بصرف مرتبات العماله المنتظمه بقطاع السياحه المتضرره من فيروس كورونا، لان هم دول الفئه الاكثر تضررا مع العماله غير المنتظمه. يعني العماله المنتظمه بشركات السياحه والعماله غير المنتظمه في بتعمل باليوميه دول اكتر ناس اتضرروا من فيروس كورونا. هو الحقيقه طبعا السيد الرئيس وجه بصرف المرتبات دولت والمنحه اللي حضرتك قلتها في الاول. هو الحقيقه طبعا يا استاذ هيثم يعني جهد مشكور جدا، وانا يعني حاولنا بقدر الامكان ان احنا نعرف كل التفاصيل، ولكن يعني اختم مع حضرتك بان احنا يعني مراجعه سريعه، الفلوس هتبتدي تيجي رساله على الهاتف تليفون تليفون كل واحد يعرف ان الفلوس نزلت يعرف ان الفلوس نزلت في الحساب، ينزل بقى خلاص يصرفها في اي وقت، حتى لو ما نزلش بعديها بيومين ثلاثه اربعه خلاص هي موجوده في الحساب يقدر يصرفها في اي وقت. هو يعني المليون و600 الف من 21 هينزل لهم بس الناس موجوده فلوسهم موجوده يعني 24 ساعه ممكن يصرف من الـ الاي تي ام اي مكنه ومش ماكينه الصرف مش هياخدوا منه عموله. صرف من هنا صرف من هنا صرف من هنا فلوسه موجوده من يوم 21 بس ما تكلفش عشان حفاظا على سلامتهم. ما ايه حضرتك؟ ما يتكلموش على الاول يوم يعني ما يبقاش فيه ازدحام. طبعا ما هو كويس ان حضرتك عملتوا موضوع الاي تي ام ده عشان برضو كل واحد يقدر ينزل في الوقت، يعني ما يبقاش في وقت ساعات معين زي المصالح الحكوميه. وطبعا يعني زي ما حضرتك اوضحت ان اي ماكينه صراف الي يقدر يصرف منها وما فيش اي عموله تتخصم، فده طبعا يعني هيقلل طبعا التكدسات. وعاوز اوضح حاجه بعدين لحضرتك ان تم التقسيم طبعا 260 الف واحد يوميا، اما نجمع دولت هيطلعوا 1,300,000. الناس بتقول الله وال 300 التانيين 300 الف هيروحوا فين؟ لا دول هيصرفوا في البنك الزراعي. يعني الناس مرضى انا قريت تعليق واحد بيقول لك ده هيصرفوا ال 1000 في 1,300,000 بس، امال فين ال 300 الف التانيين اللي هم 1,600,000؟ فالناس برضك انا ما كنا بنتكلم على ال 260 دول بالنسبه للي كانوا بيصرفوا في مكاتب البريد. اما ال 300 الف التانيين دول اللي هيوصلوا دول بيصرفوا من البنك الزراعي المصري. تمام. يعني طبعا في الاول وفي الاخر طبعا بنشكر الجهود المبذوله من قبل وزاره القوى العامله، وان شاء الله كده يعني الازمه تعدي على خير وكل الناس يعني ترجع بالف سلامه يا رب ان شاء الله وكل حاجه تعدي على خير يا رب. بشكرك جدا الاستاذ هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزاره القوى العامله، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا الحقيقه معانا خبر بعد كده يعني حابب اقوله لحضراتكم. رئيس الوزراء يتفقد مصنع يونيلفر. استثمارات الشركة في مصر بلغت نحو 7 مليارات جنيه، منها مليار ونصف منذ نوفمبر 2016، ويعمل بها أكثر من 22 ألف. زي ما حضراتكم شايفين معانا على الشاشة التفقد رئيس الوزراء. وطبعا عقب انتهائه من تفقد المصنع الجديد قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجولة بمصنع الشركة، وطبعا يعني دي بتبقى للصناعة والتجارة، ورافقه الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأشار إلى أن استثمارات الشركة في مصر بلغت نحو 7 مليارات جنيه، منها مليار ونصف جنيه منذ نوفمبر 2016 تم تخصيصها لتحديث وزيادة قدرتها الإنتاجية ومضاعفة حجم الإنتاج وزيادة قدرتها التصديرية. ويعمل بالشركة أكثر من 22 ألف عامل بوظائف مباشرة وغير مباشرة، كما أن الشركة تمتلك 5 مصانع من كل من برج العرب ومدينة السادس من أكتوبر، وتقوم بتصدير 50% من حجم الإنتاج الذي يبلغ 180 ألف طن من جميع منتجاتها
سنويا. طبعا حضراتكم شايفين اهو على الشاشة كل التفاصيل، وجدير بالإشارة إلى أن الشركة هي المالكة للعديد من العلامات التجارية العالمية، ومن أشهرها شاي ليبتون وكنور ودوف وأكس وريكسونا وسيجنال ولوكس وسان سيلك وكلوز اب ولايف بوي، ويستهلك منتجاتها اكثر من 2 مليار تقريبا يوميا من اكثر من 190 دوله. واشاد رئيس الوزراء بالاستثمارات الجديده التي تم ضخها بالشركه، كما اشاد بجوده المنتجات التي يتم تصديرها للعديد من دول العالم، مؤكدا ان الدوله تضع الصناعه على اجنده الاولويات في هذه المرحله. وهناك تكاليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعقد اجتماعات مستمرة مع رجال الصناعة، وكذلك القيام بزيارات ميدانية للمصانع بهدف تقديم الدعم والمساندة لقطاع الصناعة بوجه عام. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مره اخرى، والحقيقه ايضا معانا دلوقتي هنتكلم في موضوع مهم جدا. خليني اقرا لحضراتكم ان شاركت النائبه الدكتوره مريان عازر عضو مجلس النواب ورئيس لجنه الشباب والمراه في البرلمان الدولي للتسامح، شاركت في الجلسه الطارئه التي عقدها رئيس المجلس العالمي للتسامح ورئيس البرلمان الدولي وأعضاء هيئة المكتب، وأسفرت الجلسة عن إصدار بيان مشترك يدعم المبادرة المصرية للسلام في ليبيا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف الدكتورة النائبة مريان عازر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والمرأة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام. ألو، صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور. الحقيقه طبعا يعني احنا دايما بنقول ان في جهد كبير جدا، وطبعا يعني الشكر يرجع للاول والاخر طبعا للقائمين، وطبعا على راسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. دايما بيبقى في مبادرات جميله وبيبقى في حاجات كتيره جدا حلوه بنشوفها في الفتره دي، سواء في ظل الازمه او غير الازمه، وده طبعا يعني دايما بنبقى فخورين ان بيبقى كل حاجه جديده كده قدام المواطنين. فخلينا نعرف من حضرتك كده، ناخد فكره عن البرلمان الدولي للتسامح والسلام ودوره يعني بالظبط. صحيح، زي ما حضرتك تفضلت ان احنا فخورين اولا بالجهد اللي بتعمله الدوله المصريه في حل النزاعات بصوره سلميه تحترم استقلاليه الدول. بالنسبه للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، هو برلمان عالمي بيجمع في أعضائه 70 عضو من 70 دولة مختلفة أو 70 برلماني من 70 دولة مختلفة، لكن هناك اشتراط أن تكون هذه الدول دول داعمة للسلام وساعية للسلام، يعني تكونش دول يعني فيها حروب أو دول قتالية. اجتمعت هيئة المكتب اجتماع عاجل نتيجة للظروف اللي بتحدث في الأراضي الليبية، وانا يعني شرفت بحضور الاجتماع اونلاين طبعا، وعرضت موقف المصري من القضيه الليبيه ويعني وما اعدته الدوله المصريه بالمشاركه مع القياده الليبيه ممثله في القائد حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي. وعلى اثر هذا الاجتماع اصدرنا بيان تم إرساله لكافة الدول من الأعضاء المشاركين 70 عضو. البيان بيقوم بدعم المبادرة المصرية للسلام في ليبيا، لأنه المبادرة المصرية يعني كان فيها الحقيقة عناصر كلها بتحترم الإرادة الليبية، وده انطلاقا طبعا من رسالة البرلمان، لأن هذا البرلمان يرتكز على مناقشة القضايا اللي ليها تأثير على السلام والأمن العالمي. فالدعوة في البيان ده لجميع الأطراف المعنية
وأعضاء مجلس النواب والمجتمع الدولي إنه يدعم المبادرة المصرية للسلام في ليبيا اللي بتقوم على طبعا الدعوة للوقف إطلاق النار الفوري في ليبيا واحترام وحدة الأراضي والاستقلالية الليبية وانسحاب كمان القوة والمقاتلين الأجانب لأن دي إحدى المشاكل واستعادة مفاوضات السلام برعاية منظمة الأمم المتحدة علشان تنتهي لإيجاد حل سلمي شامل يهدف إنه يحصل نهاية بقى الوضع الأزمة الليبية بما يتفق مع الحاجات أو الأمور اللي جاءت في مؤتمر برلين. وطبعا ده بيتطلب أنه يبقى فيه انتخابات للمجلس الرئاسي تحت إشراف الأمم المتحدة بإشراف دولي وإقرار قواعد دستورية تتضمن إقامة انتخابات في المرحلة المقبلة وأخيرا دعم آليات الحوار الوطني الليبي والجهود والمؤسسات الدولية اللي بتدعم المؤسسات المحلية الليبية. كل ده انطلاقا من احترام المجتمع الدولي ممثل في ليس فقط البرلمان الدولي للتسامح والسلام ولكن برلمانات دولية أخرى احترمت المبادرة المصرية ودعمتها. فإحنا دورنا أن احنا ندعم هذه المبادرة وندعو الدول لدعمها أيضا. طيب يعني دكتورة أيضا حابين نعرف برضو تفاصيل يعني عن يعني هل عدد أعضاء البرلمان يعني قد إيه؟ ألو؟ ألو؟ أيوة دكتور حضرتك معايا؟ أيوة بقول حضرتك عدد أعضاء البرلمان قد إيه؟ 70 عضو من 70 دولة، كل دولة بيبقى في منها عضو واحد بس. كل دولة بيبقى فيها عضو واحد. طيب وهل طبعا بيبقى دايما بتبقى اي مستجدات بيتم برضو يعني مناقشة هذا والحوارات كتير جدا في لو في اي مستجدات بتحصل في الفترة القادمة؟ طبعا ويعني هو هناك لجان مختلفة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام فلو المستجدات دي بتمس مثلا لجنة بعينها هي مثلا لجنة الشباب والمرأة هيبقى دور لجنة الشباب والمرأة اللي هي تبحثها وتعرضها على البرلمان. لو مستجد زي موضوع ليبيا طبعا ده يعني بيشمل جميع اللجان فبالتالي لازم الكل يتفق على صيغة معينة على طول ويتم مناقشة في كل اللجان ثم يجتمع البرلمان اجتماع جلسة عامة ليصدر بيانات أو يصدر توصيات لمناقشة عامة صدر يعني. بالضبط. تمام. يعني هو الحقيقة طبعا يعني زي ما قلت حضرتك يا دكتور احنا يعني جهود مبذولة من قبل الدولة وطبعا بنشكر جدا الجهود المبذولة وطبعا على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبعا يعني نرى في الفترة اللي جاية يا رب ان شاء الله حل لهذه الأزمة ونرى يعني ليبيا في كامل رونقها يا رب ان شاء الله وكل حاجة تبقى بخير الفترة اللي جاية ونعدي كل الأزمات يا رب بخير يا رب ان شاء الله ان شاء الله. وده شيء يدعو للفخر انه لما يعني انا الحقيقة كنت يعني مش قادرة اخفي احساسي وانا قد ايه فخورة لما في الاجتماع طبعا طلب مني من قبل الاجتماع ان انا اكون مستعدة لعرض المبادرة المصرية ويعني انا كنت فخورة ان انا اعرض مبادرة على المستوى المصري على المستوى الدولي وان هي لقيه هذا الاعجاب وهذا الاحترام وهذا التقدير ده الحقيقه محل فخر كبير وان شاء الله الامور تمشي على ما يرام. طبعا زي ما حضرتك اوضحتي وفخر يعني لحضرتك ولينا كلنا طبعا ان احنا بنشوف ده على ارض الواقع فعلا في الفتره دي ويا رب ان شاء الله الاستمرار لغايه لما تنتهي الازمه دي على خير يا رب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. تحياتي لسيادتك وربنا يحفظ الجميع ويحفظ مصر يا رب ان شاء الله. وانا بشكر حضرتك جدا الدكتوره النائبه مريان عازر عضو مجلس النواب ورئيس لجنه الشباب والمراه في البرلمان الدولي للتسامح والسلام بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طيب مشاهدينا خلونا يعني نعرف تفاصيل اكتر عن الارصاد والحاله الجويه. طبعا حضراتكم عارفين الايام اللي فاتت كان في بعض التقلبات في الجو حابين نعرف اكتر خلونا نطلع نشوف بيان بدرجات الحراره ونشوف كمان اسعار العملات ونرجع نكمل حلقتنا خليكم معنا.
مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة أيضا معانا موضوع حابين نتكلم فيه أيضا مع حضراتكم وحضراتكم تعرفوا تفاصيل أكتر عنه. تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تضمن رصدا لإجمالي ما تم إزالته من تعديات ومخالفات بناء بمحافظات الجمهورية، كما أعلنت الوزارة الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد من المدن والقرى. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الخبر. معانا على الهاتف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي. ألو صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك يا فندم وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها. يا رب أهلا بحضرتك يا دكتور. الحقيقة طبعا حابين نعرف تفاصيل أكتر من حضرتك، يعني إيه هو ما تضمنه التقرير الخاص بالجهود المبذولة طبعا لإزالة التعديات، ويعني حجم الإزالات اللي تمت إيه؟ وطبعا كلنا تابعنا في الفترة اللي فاتت دي وشفنا كمان على أرض الواقع قد إيه بيتم إزالة هذه التعديات، وطبعا جهود مبذولة كبيرة جدا، فحابين نعرف الوضع وصل لغاية إيه وكم عدد الإزالات اللي تمت؟ يعني في التقرير اللي عرضه مع الوزير اللواء محمود شعراوي على دولة رئيس مجلس الوزراء، هذا التقرير يا فندم غطى الفترة من بداية يعني من 25 مارس الماضي حتى 9 يونيو الحالي، ويتضمن التقرير إزالة 12425 مخالفة بناء بواقع 6278 إزالة على أملاك تابعة للدولة المصرية تقدر تقريبا ب 4.6 مليون متر مربع. كذلك الأمر يا فندم تم إزالة 6147 حالة إزالة تمت على مساحة حوالي 1.1 مليون متر مربع من الأملاك الخاصة. لو جينا فندم بصينا كمان على الإزالات على تعديات مخالفة خاصة بالزراعة، التقرير أوضح أنه تم إزالة 17986 حالة مخالفة بواقع الآتي: 1700 مخالفة كانت على أراضي مملوكة للدولة المصرية تفوق 16000 فدان، وطبعا ده تم ترجحها. وكذلك الأمر إزالة الجزء المتمم لهذا الرقم اللي هو 16286 حالة تعدي على أملاك خاصة تزيد على 3800 فدان، دي أرض زراعية تم تبويرها وإقامة مباني عليها. طبعا البعض استغل فترة مكافحة الدولة لفيروس كورونا وحاول ان هو يعني يقوم بمثل هذه المخالفات، لكن الدولة بالفعل المحافظات ممثلة في السادة المحافظين ونوابهم وسكرتير العموم وقوات إنفاذ القانون بالتنسيق مع مدراء السادة مدراء الأمن في المحافظات والوحدات التنفيذية المحلية قاموا بهذا المجهود. لو جينا بصينا كمان يا فندم على عدد الحالات اللي تم حالتها للنيابة العسكرية فهي بلغت حوالي 5020 حالة خلال نفس الفترة الزمنية. وكمان يا فندم في حاجة في غاية الأهمية، هي أن فرق العمل دي على مستوى المحافظات المصرية ممثلة في هيئات وأجهزة النظافة قامت برضه الفترة نفسها اللي هي فترة مكافحة فيروس كورونا من 18 مارس الماضي حتى 7 يونيو الحالي بتقريبا رفع تراكمات ومخلفات حوالي 5 مليون طن بمتوسط يومي حوالي 60 ألف طن على مستوى المحافظات المصرية. وفي نفس الإطار محافظات القاهرة الكبرى كانت نسبتها في إزالة هذه المخلفات بنسبة 48%، يليها طبعا منطقة الدلتا 26%، يليها الصعيد ب 13%، يليها محافظات الساحل ب 9%، ثم تأتي كمان مدن القناة ومحافظات القناة بنسبة 3.3% من المساحة وكمية المخلفات التي تم رفعها. خليني كمان أكد يا فندم على أن في ذات الفترة قامت برضو بالتنسيق المحافظات مع مديريات الأمن أنها تم السماح لزملائنا العاملين في عمليات الرصد للطرق المحلية أن هم يشتغلوا على الأرض، بحيث أن إحنا كلنا نستثمر الوقت اللي هو الشوارع بتبقى فيه فاضية والطرق المحلية فاضية، بحيث يتم تنفيذ مثل هذه الخطط. في نفس الوقت يا فندم كنا حريصين كل الحرص أن إحنا
نشتغل على ملفات التصالح مع المواطنين، وخاصة في مخالفات البناء اللي تمت قبل 1/1/2019، لأن كما حضرتك تعلم أن هناك قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17/2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1/2020، وده نزل القانون ده للحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات من جانب، ومن جانب تاني متابعة موقف الأحوزة العمرانية للقرى والمدن والكتل البنائية المتخمة أو الامتدادات العمرانية الفعلية المطلوب ضمها للأحوزة العمرانية علشان يتم التصالح مع المواطنين. مع الوزير اللواء محمود شعراوي بالفعل كمان استعرض الموقف التنفيذي لهذه الأحوزة العمرانية، وبالنسبة لنا كان الآتي: 229 مدينة فندم تم الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية الخاصة بها، كمان 146 مدينة من 229 مدينة تم الانتهاء من إعداد واعتماد الحيز العمراني، وده كمان يا فندم بالتأكيد على ده ل 206 مدينة، كما تم نهو المخططات التفصيلية لعدد 73 مدينة. يعني انت حضرتك بتبتدي على مستوى المدن، ثم بعد كده بتخش على مستوى القرى، ثم بعد كده على مستوى الكفور والنجوع. لو جينا بصينا لعدد القرى اللي موجودة في المحافظات المصرية قطبة هنلاقيها حوالي 4775 قرية تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي، وده بشراكة استراتيجية مع المحافظات ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، لعدد 4388 قرية من 4775 قرية، وجاري استكمال إجراءات الاعتماد الخاصة بالمخططات الاستراتيجية لبقية القرى بالتنسيق طبعا مع وزارة الدفاع والمحافظات المختلفة. كذلك الأمر تم اعتماد يا فندم والحيز إعداد واعتماد الحيز العمراني لحوالي 4482 قرية، وتم إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لعدد 3675 قرية. لو جينا على مستوى العزب والكفور والنجوح هنلاقيهم إن هم أصبحوا 30890. لو تتذكر حضرتك من أكثر من شهر حصل مداخلة، وكنت بقول أنا إن عدد الكفور والنجوع في المحافظات المصرية 30,038 اللي هو 888، فهم زادوا أعداد 2 كفر يعني. فطبعا العزب دي يا فندم تم الانتهاء من اعتماد الحيز العمراني ل 18,989 عزبة، وده طبعا جاري برضو الاستكمال لده. خلينا أقول لحضرتك وبشر حضرتك إن إحنا بالفعل في الفترة الماضية تلقينا 330,000 طلب للتصالح، وجدية أصحابها إن هم سددوا رسوم تقديم الطلبات حوالي 104 مليون جنيه، وهم مستمرين طبعا حتقوم طلبات المعينة ومطابقة الرسم الهندسي للأحوزة العمرانية إلى غير ذلك. وبالتالي طبعا الباب مفتوح لتلقي الطلبات بالنسبة للسادة المواطنين. عشان كده مع الوزير اللواء محمود شعراوي طلب المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة تقديم طلباتهم للمحافظات واستيفاء أوراقهم حتى لا يتم إزالة المخالفات الراغبين في التصالح عليها. بالضبط يا فندم، فعلا يعني طبعا زي ما حضرتك اوضحت بشكل جميل جدا دكتور طبعا، واوضحت لنا هذه النقط المهمه. وطبعا احنا في الاول وفي الاخر طبعا جهد مشكور من قبل حضراتكم طبعا ان احنا نقدر نسيطر على كل هذه التعديات. وطبعا احنا واثقين كمان ان الفتره اللي جايه طبعا يعني لو تم اكتشاف ايضا تعديات اخرى سوف يتم ازالتها ايضا. فيا رب كل الخير كده، ونرى مصر ماشيه في الخريطه اللي هي رايداها، وكل واحد بيعمل اي حاجه تعدي على الاراضي الدوله طبعا يتم محاسبته. فاحنا طبعا كل الشكر لحضرتك، وبشكرك على التفصيل الجميل عشان كنا حابين نوضح لمشاهدينا هذه الاخبار. انا بشكرك جدا الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث الرسمي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.
مشاهدينا خلونا نطلع فاصل ونرجع مع فقرة السياحة. والحقيقة طبعا زي ما قلت لحضراتكم احنا دايما بنحب في برنامجنا ان احنا نتكلم بشكل كبير قوي عن قطاع السياحة. مصر مليانة بالأماكن السياحية الجميلة، مليانة بالآثار الجميلة، مليانة ببعض المعلومات الجميلة عن السياحة. فخلونا نتكلم أكتر النهاردة، هنتكلم عن الأيقونات القبطية عبر العصور، وهيحدثنا عن هذا الموضوع ويناقشنا فيه هيبقى معانا دكتور نادر ألفي ذكري، أستاذ مساعد بقسم الإرشاد السياحي كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات. فخلونا نطلع فاصل ونرجع مع فقرة السياحة، خليكم معنا.